وخاصة تطاوين وجابس الحقيقة مدنين أيضا وجبلي وتوزر وين موجود زملائنا فايزة السكرافي وأيضا مراد مزيود ننتظر مباشر منهم بألف ألف خير. خميس كل عام وأنت بخير وتحياتنا ليك وللزملاء في وحدات الإنتاج التلفزي في الجنوب كافة وخاصة في وحدة تطاوين. ما نعرفش شكون يرافقك من الزملاء ما فيها باس نذكر أساميهم، تحية ليهم وتحية لكل الشهداء أرواحهم الذين بذلوا الدماء الطاهرة والزكية بداية من مقاومة الاستعمار وانتهاء بمعركة رمادة في ماي 1958. واضح واضح. شكرا لك زياد. كما ذكرت اليوم موجودين في ولايه جابس، ولايه من ولايات النضال الوطني التي رسمت مسيره مميزه في استقلال بلادنا. اليوم نحكيه على احيائها للذكرى، ذكرى 67 لاستقلال بلادنا بكل نخوه واعتزاز. اليوم باش تحيي ولايه جابس هذا الاحتفاء. احنا اليوم موجودين كما ذكرت منذ قليل بصور ان شاء الله بالقاسم الشريف باش يورينا ونقدموا الاحتفال الرسمي الموكب الرسمي اليوم مباشره من ولايه جابس. باش يكون كذلك معنا ضيفنا السيد البشير الزيدي وهو كاتب عام جمعيه الوفاء بولايه جابس. باش نخليك زياد تبدا بعد لحظات فقط عمليه استقبال عمليه الاحياء الرسمي لموكب تحيه العلم بمناسبه الذكرى 67 لاستقلال بلادنا. Yeah.
إذا زياد، كانت هذه تحية العلم المفدى بحضور مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية والديوانة التونسية بولاية جابس، كذلك بحضور السلطات الجهة في ولاية جابس وكل الإطارات والمسؤولين والمديرين الجهويين، وكذلك ثلة من المناضلين ومن المقاومين. باش نرجع بطبيعة الحال زياد لضيفنا السيد البشير الزيدي، وهو الكاتب العام لجمعية الوفاء بولاية جابس، باش نتحدث معه على هذه الذكرى المجيدة اللي اليوم تحييها كما ذكرت ولاية جابس بكل نخ وهذه كما تشوف زياد في صور مباشرة بتبعت. نعم، نعود إلى خميس بوبتان في جابس على الهواء مباشرة وقت ما تتاح الفرصة. نذكر كافة الزملاء أن على موعد إن شاء الله معهم، إن شاء الله أيضا باش كنا ربط مباشر مع وحدة الإنتاج التلفزي بالمنستير بعد قليل. ما زلنا